بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة الأخ ركان، يقول: السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، أسأل عن السنن والرواتب، عن كيفيتها، وهل هي متصلة أم منفصلة، وهل الأربع ركعات التي قبل العصر واردة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السنن الرواتب هي التي تكون مع الفرائض، وقد بينتها الأحاديث لأنها ركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر وهذا أفضل، وركعتان بعدها أو أربع ركعات بعدها وهذا أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهي أعتدها. هذه هي السنن الرواتب التي مع الفرائض. وأما العصر فليس لها راتبة، ولكن صح في الحديث: من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. فهي ليست راتبة، وإنما هي سنة مطلقة وليست راتبة للعصر. نعم. الأخت السائلة تقول: الشيخ مرام، هل لي أن أطلب من شخص صالح أن يدعو لي بالزوج الصالح في هذه الحياة؟ ادعي أنت، ادعي ربك، الله قريب مجيب، ولا مانع من طلب الدعاء أيضا من الصالحين، لا مانع من ذلك، لكن كون الدعاء يكون من الشخص لنفسه هذا أفضل. قال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أعمل في نقل البضائع من بلد إلى بلد آخر بالضمان مقابل زيادة، فيسعر النقل، أي في حالة تلف البضاعة أو سرقتها أو أخذها أقوم بدفع الثمن لصاحبها، هل تجوز هذه المعاملة في الشريعة الإسلامية؟ الأجير لا يضمن إلا إذا فرط. الأجير مؤتمن على ما يحمله أو ما هو مؤتمن عليه، لا يضمن إلا إذا فرط، هذا شرط خارج عن المشروع. نعم، إذا فرطت نعم تضمن، أما إذا لم تفرط ليس عليك ضمان. نعم. يقول: أنا رجل كفيف، هل يجوز أن أوكل عني شخص يحج حج الفريضة؟ لمجرد أنك كفيف أو أعمى مع قوة بدنك والقدرة المالية عندك لا يجوز لك التوكيل في الفريضة، بل تحج أنت بنفسك. التوكيل إنما يكون عن العاجز عاجزا مستمرا لا يستطيع معه الحج بنفسه، أو عن ميت مات ولم يؤدي الفريضة يحج عنه. أما الإنسان الحي القادر إنه يحج ولو كان أعمى ولو كان أعرج ولو كان يحمل، والأعمى يقاد والحمد لله. نعم. يقول هذا السائل: الشيخ، بأنه شاب مسلم يعمل في إحدى الدول العربية ليس له أي دخل مادي، يقول: كنت أخذ الزكاة ونحن فقراء جدا، والآن وجدت عمل في مطعم، هل أخذ زكاة هذا العام؟ إذا كان ما تحصل عليه من المطعم يكفيك لنفقتك فلا يجوز لك أن تأخذ الزكاة. أما إذا كان ما تأخذه من الأجرة أو من الراتب لا يكفي نفقتك عليك وعلى أولادك، تأخذ من الزكاة قدر ما يكمل لك المؤونة. نعم. يقول هذا السائل الذي أرسل هذا السؤال بأنه رجل مذاء، يقول: وشاب، وأحيانا أصلي وأجد أثر المذي على ملابسي، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، المذي ينقض الوضوء، وإذا أصاب البدن أو الثوب يغسل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لأنه نجس، ولكن ما دمت أنك لا تعلم أنه حصل في الصلاة، هل حصل في الصلاة أو بعد الصلاة، فالأصل أن الصلاة صحيحة.
صحيحة والحمد لله. أما إذا علمت أنه حصل في الصلاة فإنه لا بد من إعادتها. نعم. يقول فقرته الثانية: إذا حلفت بسبع مرات بأن لا أعود إلى هذا العمل أو لا أفعل هذا العمل ثم عدت إليه، كم يلزمني من كفارة؟ إذا كانت الأيمان على شيء واحد قبل التكفير فإنه تكفي كفارة واحدة تتداخل. نعم. يقول: أنا حلفت بأن لا أدخل بيت أخي، ولكنني دخلت ذلك أيام التعزية في وفاة قريب لنا، فما حكم حلفي؟ نعم، الحلف منعقدة وتجب عليك الكفارة، لأنك لما دخلت انتقضت اليمين فيكون عليك الكفارة، وهذا أفضل أنك تدخل على أخيك وتصل رحمك وتكفر عن يمينك. الحمد لله. نعم. هذه الأخت السائلة فضيلة الشيخ تقول بأنها حجت ولبست قفاز حتى لا يرى الرجال الأيدي، تقول: كنت جاهلة بالحكم، وعندما سمعت من الشيخ بعدم جواز لبس القفاز خلعت ذلك في الحال، هل في ذلك شيء؟ علما بأنني لبست وخلعت من اليوم السابع حتى يوم التروية. هذه الأخت مطلع. ما مضى وأنت تجهلين لبس القفاز في الإحرام، قد لبستيه جهلا لا شيء فيه، الحمد لله يعذر بالجهل في هذا، وما دمت خلعتيه لما علمت أنه لا يجوز الحمد لله، هذا هو الواجب، ولا تلبسيه بعد ذلك في الإحرام. نعم. تسأل الأخت السائلة: هل المرأة إذا حبت رجلا في الله تحشر معه يوم القيامة؟ حسب عموم الأدلة من أحب قوما حشر معهم، هذا يشمل الذكور والإناث. نعم. هذا سائل يا شيخ يقول: عن كيفية صلاة من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة أو العيدين، كيف يفعل؟ نعم، يدخل بهما أدرك ويعتبره أول صلاته ويكمل بعد سلام الإمام. إذا أدرك بعض التكبيرات لصلاة الإمام يدخل معها ويعتبرها أول صلاة، فإذا سلم الإمام يأتي ببقية التكبيرات وما بعدها ثم يسلم، وكذلك الصلوات يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه أو يكمله بعد صلاته هو آخرها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو بسام يقول: في وقتنا الحاضر وخصوصا نسمع الموتى في الطرق من كثرة السرعة ومن كثرة تسابق السيارات، فيرجو من فضيلتكم حفظكم الله كلمة أو نصيحة للرفق في القيادة، في قيادة السيارات. نعم، قيادة السيارات فيها خطر على السائق وعلى الركاب وعلى الناس في الطرقات، خطرها عظيم، فعلى السائق أن يتقي الله عز وجل، لا يقود السيارة إلا وهو يحسن القيادة ولا يسرع سرعة الزائدة، ولا يقود السيارة وهو ناعس أو فيه نوم، تجنب كل، وكذلك تفقد السيارة قبل تحريكها، تفقد النواقص ويحتاط، لازم من عمل الاحتياطات. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: بالنسبة لإغلاق العينين أثناء الصلاة إذا كان ذلك يساعد على الخشوع، هل فيه إثم أم هو جائز؟ نعم، لا بأس بإغماض العينين إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان أمامه ما يشغله فلا بأس بإغماض العينين، أما إذا لم يكن له سبب فإنه يكره في الصلاة. نعم. عندي عمال وأخذ منهم فلوس تسمى نسبة، هل يجوز أخذ هذه الفلوس من العمال من قبل الكفيل؟ لا يجوز هذا، العمال يشتغلون بالراتب موجب عقد الاستقدام، ولا يأخذ منهم نسبة، لأن هذا عرقهم وعملهم، فما الذي يبيحه له؟ نعم. يقول: أنا أكرر سورة الفاتحة أكثر من مرة خوفا بأنني نسيت أن أقرأ الفاتحة، هل هذا من الوسواس؟ وهل تكرار تكرار سورة الفاتحة؟ لا يجوز تكرار سورة الفاتحة في الصلاة، لأنها ركن، لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، والركن لا يكرر. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم يقول البكاء بشدة أثناء تأدية الصلاة بالليل، وإذا كان يخرج مني صوت خارج عن إرادتي؟ البكاء في الصلاة أو عند تلاوة القرآن يدل على خير ويدل على خشوع، هذا يسمى بالخشوع، لكن لا يتكلف هذا ويرفع صوته به، بل يخفضه مهما أمكنه ذلك، لأن هذا أبعد عن الرياء. نعم. هذا الأخ السائل المصري يقول: حجيت وما أديت طواف الوداع وسافرت إلى بلدي وذلك نسيانا مني، هل يلزمني شيء؟ نعم، يلزمك فدية،
يلزمك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. نعم. يقول الأخ السائل في هذه الرسالة: يكثر عندي شك في الصلاة في عدد الركعات، هل هي الثالثة أم الرابعة في الصلاة الرباعية؟ فأبني على ما يرجح عندي، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، إذا بنيت على غالب ظنك فإنك فلا بأس بذلك، ولكن تسجد للسهو، تسجد للسهو. وأما إذا لم يغلب على ظنك شيء وبقيت مترددا فإنك تبني على اليقين، يعني تعمل بالأقل، وما شككت فيه تتركه وتأتي بدله. إذا شككت صليت أربعا أو ثلاثا اجعلها ثلاثا وتأتي بالرابعة وتسجد للسهو. نعم. الأخت السائلة يا شيخ تسأل وتقول: عندي ذهب ألبسه منذ فترة إلى أخرى في المناسبات، هل تجب فيه الزكاة مع العلم بأن منه من يبلغ الحول في جماد الآخرة، ومنه من يبلغ الحول في رجب، ومنه أيضا ما يبلغ الحول في شعبان، ففي أي شهر يزكى هذا الذهب مع العلم بأنه مضى حول ولم أزكيه؟ الذهب المعد للاستعمال بالمناسبات تزين به ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، لأن في إيجاب الزكاة فيه مشقة على المرأة، وليس هناك أدلة واضحة توجب الزكاة فيه، لأنه من جملة المستعملات ولا يعد للنماء، إنما يعد للاستعمال كالثياب والمراكب وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ ياسر يقول: أنا من عفيف وأسئلتي هي كالتالي: من حج متمتعا وقام بكل أعمال الحج عدا الهدي وتحلل تحللا كاملا، فما حكم حجه؟ نعم، الهدي ما يدخل في التحلل، الهدي واجب نسك من مناسك التمتع، ويذبح في أيام في يوم العيد أو في أيام التشريق، فإذا فاتت أيام التشريق ولم يذبح فإنه يقضيه لأنه باق في ذمته، فيذبحه بعد أيام التشريق، وإن لم يقدر عليه لعدم وجود ثمنه فإنه يصوم 10 أيام. نعم. يقول: ما حكم مال الوارث الذي يعلم بأن مصدر هذا المال من مورثه من الحرام؟ لا، تيقن أن مال مورثه من الحرام فلا يأخذه، لأنه يعلم أنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ سالم يقول: أسأل عن حكم التبني في الإسلام، متى حرم وما الدليل في ذلك من القرآن والسنة؟ التبني حرام في الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وقال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأبطل الله التبني في الإسلام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يتبنى زيد بن حارثة، بل اعتبره مولا له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الشخص، هذا السائل: إذا ظلم الإنسان شخص في موضوع ما، كيف تكون التوبة من هذا الظلم، وهل يجب أن يستسمحه؟ التوبة تكون بأمرين إذا كانت مظلمة، تكون بأمرين: أولا الاستغفار بما بينه وبين الله، والثاني أن يرد المظلمة إلى المظلوم أو يطلب منه المسامحة. نعم. يقول الأخ السائل في رسالته لبرنامج نور على الدرب: هل يصلى على الميت في كل وقت أم هو بعد صلاة الفرائض فقط، وما الدعاء المشروع في صلاة الجنازة؟ يصلى على الميت متى ما تم تغسيله وتكفينه، إنه يصلى عليه، إن كان وقت الصلاة قريب فإنه صلى عليه بعد الفريضة، وإن كان بغير وقت فريضة فإنه يصلى عليه في وقته ولا يؤخر، بل يبادر بتجهيزه وإيصاله إلى قبره مهما أمكن ذلك. نعم. الأخ كمال من جدة يقول: لدي زوجة وثلاث بنات سيحضرن إن شاء الله لي من مصر عن طريق البر مع مجموعة من الناس بدون محرم، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، ولا يجوز لك أنك تترك نساءك يأتين من مصر أو من غيره بدون محرم، لا بد أن يقدم معهن محرم، إما أنت وإما أحد أقاربهن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ يقول: توفيت زوجتي منذ 3 أشهر، وعندما فكرت في الزواج واجهت باستنكار وحزن شديد من أهل زوجتي المتوفية واعتراض، ولا أريد أن أجرح مشاعرهم، بماذا توصونني في هذا الأمر؟ هذا من أمور الجاهلية، لا تلتفت إليهم، بل تزوج وتوكل على الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ يقول: ما السور التي كان يقرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسبات كالأعياد والاستسقاء؟ في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين والاستسقاء كان يقرأ تارة بقاف واقتربت، وتارة يقرأ بسبح والغاشية، وفي الجمعة كان تارة يقرأ بالجمعة والمنافقون، وتارة بسبح والغاشية. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من أحد الإخوة يقول: ما أقل مبلغ يا شيخ في اللقطة؟ وهل العشرة ريالات مثلا تعرف؟ وما الضابط في ذلك؟ اللقطة ما وجد من المال الضايع، وإذا كان هذا المال له قيمة، إذا كان له قيمة ولو قليلة فإنه لقطة، يجب تعريفه وحفظه. أما إذا كان ليس له قيمة كالحبل والتمرة وما أشبه ذلك، يأخذه واجده وينتفع به، ولهذا قال: ما تتبعه همة أوساط الناس، هذا هو اللقطة. أما ما لا تتبعه همة أوساط الناس والشيء القليل، هذا يأخذه واجده وينتفع به. نعم. هذا الشاب يقول: عبد الرحمن، عمري 17 سنة، من هذا المنبر أحث الشباب على بر والدهم وأهليهم. يقول: لقد أصابتني يا شيخ دعوة والدي، وأصابتني هذه الدعوة في حياتي، وأنا الآن أشكو منها، كيف أخرج من هذه الدعوة الذي دعا بها والدي علي؟ إن كان والدك حيا فراجعه وأطلب منه المسامحة وأرضه بما يسر الله سبحانه وتعالى. أما إن كان والدك ميتا فإنك تتصدق عنه وتستغفر له وتدعو له، وهذا يخفف عنك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الله يقول: هل يجوز سب الشيطان ولعنه؟ هذا لا يفيد شيئا، الشيطان ملعون ومسبوق، ولكن ذم نفسك، تب إلى الله عز وجل وأبدل السيئات بالحسنات واستغفر ربك، هذا الواجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول: هل يجب على المرأة أن تغسل الرأس بعد الجماع أم باقي الجسد فقط؟ يجب عليها أن تغسل رأسها وجميع بدنها، تعمم جميع بدنها، أولا تتوضأ، أولا تستنجي، ثم تتوضأ، ثم تغسل رأسها وتبلغه بالماء، ثم تفيض الماء على بقية جسمها، سواء من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، تعمم الماء على بدنها. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى سائل يسأل عن زكاة الدين. يقول: إذا كنت قد سلفت زميلي 80,000 ريال منذ 5 سنوات وبقيت عنده، كيف تزكى مأجوري؟ نعم، يتجب زكاتها لأنها ملكك ومالك يحول عليها الحول، فتزكيها ولو هي في ذمة المدين، إلا إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا تدري هل تحصل عليها أو لا تحصل، فإنك تزكيها إذا قبضتها. أما إذا كانت على مليء باذل فإنك تزكيها كل ما مر عليها سنة. نعم. يقول هذا السائل الأخ حمد: هل الحلاقة بالمكنة الكهربائية بدرجة 0 يعتبر حلق أم تقصير في العمرة جزاكم الله خيرا؟ يعتبر تقصيرا، الحلق يكون بالموس، الحلق يكون بالموس ولا يبقى شيء من الشعر، أما المكنة فإنها يبقى أصول الشعر فهو تقصير. نعم. يسأل هذا الأخ السائل عن أجر الصفوف الأولى في طلب العلم إذا كان في استماع محاضرة، هل هي كأجر الصفوف الأولى في التبكير للصلاة؟ نعم، التقدم لسماع الدروس والقرب من المدرس لا شك أنه أكثر فائدة، لكن ليس مثل صفوف الصلاة، وإنما لأنه أكثر فائدة وأدل على الرغبة في الخير. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.